مشاهدينا شكرا للكابتن عبد الله العواضي، ومباشرة الآن ننتقل إلى زميل نجيب القحطاني. صبحك الله بالخير نجيب، وين متواجد؟ أنا أشوف عندك بر ولا وين؟ صباح الخير عبد الحسين، صباح الخير ورود. احنا موجودين في منطقة المطلع، والكل يعرف في منطقة المطلع مشروع جنوب المطلع الإسكاني التابع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية. هذا مساحة هذا المشروع تقريبا 90 مليون متر مربع، تجمع تقريبا 130 ألف وحدة سكنية، بالإضافة 30 ألف وحدة سكنية، مساحة كل قسيمة 400 متر، بالإضافة إلى مدارس، مساجد، مراكز ضاحية، حديقة عامة، وفرع جمعية. لكن نتكلم أكثر وأكثر عن هذا المشروع. معنا المهندس علي صادق، المهندس المقيم ومدير المشروع بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية. مهندس صبحك الله بخير، يعطيك العافية وعساك على القوة. الله يقويك، صبحكم الله بخير وحياكم الله عندنا. الله يسلمك. مهندس، بما احنا موجودين اليوم في مشروع جنوب المطلع الإسكاني، والكل يعني عرف هذه المنطقة، ويعني كثير من الغسائل موزعت، لكن دوركم، عملكم، والله احنا نشوف عمل كبير ومجهود كبير في هذا المشروع. نتكلم عن مكونات هذا المشروع. المشروع طبعا مساحته مثل ما ذكرت 90 مليون متر مربع. في تقريبا المشروع هذا عبارة عن الطرق الرئيسية لمدينة جنوب المطلع. يحتوي المشروع على 18 جسر و 18 جسر سيارات، وعندنا 5 جسور لأعمال الخدمات، وعندنا 13 جسر للمشاة. المشروع طبعا كمية الدفان والحفر فيه حوالي 22 مليون متر مكعب حفر ودفان، كمية الدفان فيه 11 مليون، وكمية الحفر 11 مليون متر مكعب. أطوال الطرق عندنا في إجمالي المشروع حوالي 144 كيلو متر مربع، منها 93 كيلو اللي هي الثلاث حارات اللي هي نظام الطرق السريعة، و44 كيلو تقريبا للحارتين. عندنا طبعا ايضا 6 مصاعد لجسور الخدمات اللي هي لاعمال الباصات وكذا للمشاة. في حوالي المشروع ككل حوالي 30,000 وحده سكنيه مقسمه على 12 ضاحيه، كل ضاحيه تتراوح القسائم فيها بين 2700 الى 2800 قسيمه. عدد المدارس في المشروع كامل حوالي 156 مدرسة، وعندنا 12 مركز ضاحية، عندنا 12 مركز شرطة، عندنا 12 مركز اللي هو مركز صحي، بالإضافة إلى باقي الخدمات اللي تخدم المنطقة ككل. نعم مهندس، ودي نتكلم من كثير من الصعوبات واجهتكم أول ما بديتوا بحفر، استعملتوا حتى المتفجرات في هذا الموقع. طبعا مدينة المطلع بطبيعتها هي طبعا مدينة مرتفعة، والأرض قاسية شوية، الأرض تعتبر صخرية، فرأت المؤسسة لتسريع عملية الإنجاز أن نستخدم طرق بديلة للأعمال الحفر العادية، فتم استخدام المتفجرات طبعا بالتعاون مع وزارة الداخلية وقسم المتفجرات، مشكورين، ساعدونا في إصدار التراخيص للمقاول، والحمد لله بدأت الأعمال، وبدأت الأعمال تنجز بسرعة أكثر، وإحنا يعني نبشركم أن إحنا سابقين البرنامج الزمني بالنسبة للموضوع للمشروع يعني، وإن شاء الله راح نسلم في الوقت أو قبله إن شاء الله. مهندس، عندنا يمكن اللوحة اللي ورانا موجودة مكتوب أن 7 وأن 6 وأن 5 وأن 9 وأن 8، يمكن لو حتى لنوضح للمشاهد الكريم اللي إن شاء الله راح يسكنوا هذه المنطقة. طبعا الأنز هذه هي الضواحي السكنية، تبتدي من أن 1 إلى أن 12. مثل ما ذكرت لك كل ضاحية طبعا تكون مستقلة بذاتها، فيها المركز الصحي مالها، فيها المخفر، فيها الجمعية إلى آخره. المدينة طبعا خلي أذكر لك بشكل عام، طول المدينة حوالي 20 كيلو متر وعرضها 10 كيلو. تبعد عن مدينة الكويت تقريبا 40 كيلو متر من مدينة الكويت. راح ينشأ لها طبعا مداخل ومخارج بالتعاون مع وزارة الأشغال، إلى اللي هو طريق الشيخ جابر الأحمد اللي هو اللي يوصل إلى العبدلي. ودنا نتكلم عن نسبة الإنجاز، ومتى إن شاء الله راح يكون هذا المشروع منتهي إن شاء الله بالكامل. الإنجاز التعاقدي إن شاء الله راح يسلم المشروع على مرحلتين. المرحلة الأولى راح تسلم في سبتمبر 2019، طبعا تاريخ 3 سبتمبر 2019، والمرحلة الثانية
المرحلة الثانية اللي هي الجزء هذا راح يتسلم في سبتمبر 2020. احنا الحين طبعا حسب البرنامج الزمني مثل ما قلت لك احنا سابقين البرنامج، وان شاء الله نتوقع نخلص في قبله ان شاء الله. نقول الله يعطيكم العافيه المهندس علي صادق، المهندس المقيم ومدير المشروع في المؤسسه العامه للرعايه السكنيه مشروع جنوب المطلع الاسكان، عساك على القوه، واحنا راح بين فتره لازم راح نمر عليك ونشوف المشروع ان شاء الله. حياكم الله حياكم الله، كل ما تيون ان شاء الله راح تشوفون تطور في المشروع وتشوفون الامور طيبه ان شاء الله. حياكم الله. مشاهدي الكرام كنا معكم في هذا البث المباشر من مشروع جنوب المطلع الاسكاني في منطقه المطلع، راح نرجع الى الاستوديو لتكمله الفقره الحلوة والمتميزة لبرنامج صباح الخير. زملائكم الهواء تفضلوا.